Buongiorno, siccome mi chiedete sempre come curo il mio giardino, oggi vi faccio vedere come. Qui... Federico, entum dimmi che sono Giacomo, che fai che ti dirgerai da dire che ti tieni biha. Uliomo vorrei tieni biha e dirle che sei med tabiri. Abbiamo della cenere. Il dorro madneia, entum. Prima la inserisco nel secchio. E poi vi faccio vedere come distribuirla sulla terra. È buono per appunto per far sì che la terra diventa corposa. تقوي الارض باش ينبت لكم مزيان النباتات المهم غداء وصافي بحال قلنا هذاك سماد وصافي للطبيعه مع دابا اليوم بلا الجورناطه اليوم الجو زوين tanto sole allora viene più voglia di fare ملي كتكون الشميشه هو كيعجبو يشقى هنايا في البالكون باش من بعد ملي تجي الشتاء غادي يكون ديجا هو دايرو صافي e comunque serve principalmente appunto per la giornata di sole va bene in modo che lo distribuisci bene e poi quando arriva la pioggia assorbe tutto quello che io metto sopra la pioggia fa sì che fa assorbire la terra la mia cenere ok ma che magut lì come vai dire da bambini had shmisha kaina bash min li tahta che ينزل كله كتشربوا هذيك التراب ديالو صافي هو غيكمل يعمر السطل عمرت جا فينيتو ها هو غيبدا دابا قال لكم غنبدا من هنا يلا بداي من هنا من لويزا dall'inizio ها هو غيبدا من هنا دابا نشوفو qui c'è la signora Luisa la signora Luisa ها هي كاينه لويزا دابا هنايا غيدير لها هي الاولى شفتو كيفاش كيدير كيبغي الصبر هادشي والعزيمة براه سي صور معكم فيديو راه ملي تيشد داك الساك ديال البلاستيك تيتقبو من القنت ديالو وتيبقى يدور به كاع مع البالكون كامل دابا تي انتك ليكم في الشقة هانتوما شتو هاو حطو هنايا هو غيدور دابا كاع مع البالكون عرفتي يدير في ليسباس منين غادي يطلع هو جاكمو تعلق sei andato al quinto piano? Non mi salire. Ma più di dire da bau tani da quel limonet. Ecco te, ti arrascia le colci. Il zatar, Jack, ma anche zatar. Lo so, zatar, ma non lo voglio buttare sopra. Ti sotto. Ti riusci fuori nel tetto, ti rofo l'art. Ok. Ciao! Buono! Si stavo guardando, eh? Attento! Si apre qua! Intanto ora accammella da questo all'ul غادي يدير عاوتاني بنفس العملية حتى غيكمل كلشي البالكون ديالو adesso riempiamo ancora un altro secchio e عمر عاوتاني السطل مرة أخرى quindi abbiamo
due bei sacchi, quindi ادجو السيكه faccio tutto il mio giardino. يلا يقدوه يدور كل شيء على الحاشيه كلها ديال البالكون كفتو طويل غادي تسليها وعاوتاني كيدور. Però bisogna metterla anche qua. Ah? Fagli vedere. Li mettiamo anche nei vasi. Vedi il tefedo hacca. Li fiam had shajrat. Hadi ديال الخوخ هي غتبدا تحل دابا مع الحال بدا كيسخن. انتوما شوف شتو الخوخه والمزاحه والبعويده ديروا لهم كاع هكا شويه شويه كل وحده. Poi ne mettiamo di meno perché il vaso è piccolo. قال كادو ترتيم غا شويه لحقات الفاز عندهم صغير ما تكثروش ليهم. شتو غادي يستعمر هكا حتى يدير كلشي. غايدور كاع بهاد الزيتونات و هاد الليمون الحامض كلشي كاع هادشي اللي كاين هنا حتى هما غايدير ليهم. باش ملي كيتسقاو كينزل كلشي لتحت. نبين انكورا ويعمر عاوتاني. Allora, dopo aver fatto la cenere buttata tutta nel giardino, a marzo bisogna buttare questo tipo di terra. È un terriccio universale che va bene sia per i fiori che per la verdura, la frutta e quant'altro. È un buon composto, bello. اوكي okay. قال لكم دابا غيدير هذا الغبار هذا الرماد هذا تيديرو ملي كطيح الشتاء وداكشي كينزل وفي مارس عاد غيغطي بهذا التراب هذا. قال لكم هذا التراب مزيان لكلشي النباتات كاع كاملين الورد وكلشي الخضراء وكلشي كيدير هو هذا النوع هذا بالنسبه للاخوات اللي باغي يعرفوا النوع ديال التراب اللي كيدير هو هذا. هي una buona marca questa qua. قال لكم ماركه زوينه ها هي شتو دي كواليتا وصافي هي باش غيغطي عاد باش غادي يبدا يدير الغرس ديالو في مارس ان شاء الله. دابا غادي يكمل هذا الشيء هنايا كيف ما كتشوفوا سيف ليو ها هو شتو ريبريندندو بين ادسو وبدا كيشد راسو في ليو. دابا هنايا كاع تحرق بالثلج ولكن راه باقي جدوره وداك الشيء السالميه بقات مزيانه ما اثرش فيها كاع الثلج. ها هي شفتوها ومخينزه باقه ديال العام الفايت ها هي يبساتو وبقات هنايا كيف ما كتشوفوا صافي. وجاكمو غادي يستعمر دابا هكا حتى غيكمل كلشي كيف ما قلت لكم وصافي غنتسناو الشتيوة اللي غادي تجي غادي تسقيهم. Allora, se avete voi anche un bel pezzettino di terreno, dovete mettere questa roba qui. Vi portate da un pizzaiolo, a un qualsiasi che appunto. Farnacci, lì in Maghreb mi scivo il farnacci. Le farnacci, quelle del pane. E mi fate dare questa roba qua finale e la mettete nei vasi, nella terra, dove volete, ma perché così vi ingrassa bene la vostra terra e mi fa crescere molto bene le piante. Spero che vi sia piaciuto questo video. Al prossimo. Ciao! يلا نتمنى الاعجاب ديالكم قال لكم هذا الفيديو وديروه الفيزان ديالكم المحابق ديالكم سيروا للفران الفرناتشي وريعطوكم هذاك الرماد راه كيرميوه ومنها غادي يصلح لكم نتوما النباتات. يلا صباحكم بروك.